خوتي السلام عليكم، كما راكم عارفين معكم خوكم عزيز بوزي. ديما كنقول لكم اللي ما ابونيش مع خوكم بوزي دخل يتابونا، وبلا ما تنساو تريميسات سمسا. المهم ينتزلونا القبيح، ما عندناش المشكل باش تجي معاه تلقاو راسكم للفراجة. خوكم بوزي هاهو جا. ديما كنقول لكم قبل ما نبداو الحلقة اليوم، اللي مريض دعيو معاه الله يشافيه، واللي في الحبس دعيو معاه الله يفاجئ عليه. يا اخوتي المهم نكملوا القصة ديالنا، كما بدينا نكملوا معكم القصة، حيت الناس بغات القصص، قصص واللي هضر فينا نضرو فيه، واللي هضر معانا نضرو معاه. شفتوا كيفاش عارفين على من كنعني؟ حيت واحد الانسان قال له قصو يعاود لنا الحبس اللي ضرب، عاود لك على الحبس اللي ضرب. صح علاش لا؟ مرحبا والف مرحبا مع من ضربتو. شكون الرجال الاباطره والابطال الصناديد؟ سير هذو مستحبسين مع الرجال ومع الابطال، انتو كيفاش؟ المهم ما عليناش، كملوا الحلقه. اخواتي راه انا سمعت قلت لكم خرجت، المهم ملي خرجت من الدار ديالنا خرجت للحوا وما بقيت نتعاود مع الدريوري. ما راك عارفين بان واحد خرج من الكراج خصو يمشي يدور من هنا يشوف هذا يشوف هذا يشوف هذا، لان راه عاد خرج من الحبس. عارف العقل الصغار بلا صغير مازال 16 عام وشي شويه عاد خوف 17. المهم شويه ديال تقردي جاتني انا شي حاجه، ملي قال لي با واش تخدم براسك ديك الساعه حيت عزلتي هذا الميدان، قال لي ما نتبعك ما والو، ني الزياره ني الطياره. عجبني الحال، كنقلب على الدريوي اللي عشرة زعما ديال الاصدقاء هذوك، كنت كنقول راسي ولكن اصدقاء السود تاع اكبر بنادم بدا كيفهم بدا كيعرف الراوي اصدقاء السود، واخا هما صحابنا وكنا معهم الطعام وشاركين ودخلنا لديورهم ودخلوا ديورنا وما خلينا ما كلينا، كلينا شربنا سكرنا سرقنا ضربنا عباد الله ضربنا، ولكني كيبقى داك الشيء كله غير خوا الخاو. ما عليناش كنقلب على الدريوري خاصك تقلب على الدريوريين. بسم الله راكم عارفين الحمد لله الكبير كان دق وما كان كمي. المهم ما عليناش، تقلب على الدريوريين ديال شارع صحاب باش ما بالله كو ذاك الميل بحال خارج. طلعت الدريوريين صحاب اللي كنا كنمشيو كنسرقو انا وياهم كنبغو قرمو، عارفين داك الشيء بالروتس ملي كتكون صغير كتعاشر عليك الدك وانت غادي ملي كتولي مصاخير كتجي تتعاشر مع كلشي، هذاك ليمينير هذاك ريسيو هذاك ديال الكاليفي هذا قتال هذا زرام هذا كدا بدا بزنا هذا غير مكت عارف الاحياء الشعبيه شي كنعاود لكم شحال هادي. ما دابا غي دير تكح تلقاو معاك باب الدار البريكاد، الا درتي شي حركه سرقتي التليفون بحال هذا الناس عطاو عاد عدى عليه بلا 10 سنين 10 سنين الحبس. شحال غيسوى التليفون ب 640 درهم؟ شوف هنا من الكالاخ قوة الشيء، وهذه عادي عادي مكملة الشهر شهرين ولا ثلاث شهور ماشي الحمار. أنا شحال كنا كندير تيليفون قد هكا الكاتير كنا كنبيعها ب 60000 فرنك 70000 فرنك، واش نسى؟ سيمانس إيريكسون قد هكا قد الراديو كنا كنبيعها ب 30000 و 20000 و 20 26 شحال هذيك الخير كنت غفلة عكس دابا. المهم ما عليناش، بقيت كنطوطح كنخرج بالدريوري فين عشتي انا غنفوز على السلامة بخير لابس لاخر بحمر طوب هذا وما هذا وما هذا غنسكر قال طبعا راك عارفين عاد خارج عندكم مع الخارج مفنين على حسن الله اكبر كبير راح مسكين بس عاوز كثير واش كتعرفوا ملي كنقول كنعاود لكم انا قصة من اعماق القلب وهي اللي كاينه الاذان انا ولدي جاي هاك. المهم سكرتكم راكم عارفيني هاد خارج مفني سكروني سكرو حطيتي تما سخرا وقرا ما نديتي معاك ليا علاش لا خايب بوزي تا صاحب العشير ما وكل ونسي في نار الطوبيه وداك ما عارفين من 16 17 عام 18 كيكون شي كيحلنا علاش راه شنو غنجيبو شنو غنجيبو قلت لهم راكم عارفين شنو غنجيبو قلنا شي ويسكية هي هاد الويسكي كي كان جي تدير 640 ريال هاكا تصهر ثلاثة وتجي السكايري ثلاثة القطيطات كتصهر ثلاثة با مش
شينا نيشان عند القرام على القرام حوتنا كان شحال هذا بس انا مسكين الصلاه العباده كيساني اي واحد كيدوز واحد المرحله اللي هي في صغره كتكون بعض ديال الاجرام وهذه وهذه ملي كيكون قرا مسكين وهذا كيكمل قرايه سو الله يسهل لكم الواحد المهم هذا غير مجرد كان كما كنبين لكم كان شحال هذه الناس وكيولات دابا عكس هادو ولاد اليوم شحال كتحشو ما تلقى شي مربى بالدار جايب الصلاه الخمس كتب الصلاه واخا تسكران هذا شي واحد ولد الحومه كتعرفو موزه مسكينه خلاشي ديال الصخره كتصبق تهز وتكوس يديها المهم تي وتعرف صح طلع باب الدار ترجع بحالك كنت الحشومه دابا عكس دابا كيكون كيتعاود معاها هم مكتوب في الصلاه الخمس نمشي جديها لها وتكون في شي بلاصه وما كازات تسخن يديها ولا هزها البوطه ما يهزهالهاش شنو كنقول لكم ما علينا مشينا دينا تجيب راكم عارفين الصغار جابوا الكاس المناضة فهي عليها زعما الصحاب الأصدقاء دابا راه اللي تجوز جواج اللي مسكين مات مات الله يرحمه ويسع عليه واللي ربنا يسع عليه المهم هاكا نعاود لكم قصة كي دايرة مشينا خرجنا واحد البلايصة قسنا قسنا روية طرا طرا كل واحد ضحك عليا طويا شيري أنا إلا خرجنا إلا بيها هانيا كنقول لهم سامحة وسامحة كيزير كيزير بحال ما كيزير 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 كله خاوي علاش لي واقل الصغر أقل ديال التبرطيل هما تا هما كيكلطو كاين اللي كينسف كاين اللي كيدير السيرة كل واحد شنو كيدير عارفين حياة شعبية عشنا فيها وكنعاود لكم أنا الواقع ماشي نقول لكم أنا كنت وكنت وأنا والو بوركنا وصلنا ديك الويسكية تفروحنا كما عارفين لو كتكون خارج من الحبس وهذه وكيشرب كيتفروح شراين ما شرب المهم انا تفروحت بس كانت قية هذه هذه حشاكم طب اخوتي نشوفوا غدا ان شاء الله باذن الله تردوا ونتقاشى مع زمازان نزيدو قلت لهم لا يخليني نطبي حالاتي نطبي حالي الناس غدا ان شاء الله جاي عيطوا لي للدار ولا نتشافوا في البلايص الفلانية ملي كنتشافوا راه باين فين فين كان واحد الحومه كانت فيها غير البانديه شحال هذه البانديه وقتاله وكذا كلشي كتجمع فيها جميع الشفاره كيجيو لها علاش كيجيو كيكونوا كيشربوا تما الدريين هذا الطبيعه هذا الضوبه في هذا كلشي ندوز كما كنقولوا حبسوه في السيفي في الاخر كان طرق 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 كنت صفح كنقول بحالي مبلغ باين طلعت نيشا لدارنا ما يقص بيا سكران سكران تاكل جليس القريعه ديال الكشام ديما فيها قاعده مصغري ملي كنت كنخدم في الصناعة كنحط حريقة راه هادي المادة راه عرفت تولي بلا عرض نشعل الضو غادي بقا تقلقا كتفتح تصرف المهم حطيت هاد القريعة ديال الكشام بقيت كنتفرج شهدت نوم ست انا من الصغر مكنشهد مزال الان الشهادة غير منخطيهاش الصبيح المهم بحالي بحال الناس مات خوتي اللي مشاو للخدمة مشاو لي كدا كدا انا صافي راه قالوا لي ها انت هالديره كره هي عندك عرفتي صبرك راك صبرك عرفتي صبرك راك ديما تبقى خاسر عرفتي تلعب غتربح ما عرفتيش تلعب غتخسر صافي خلاوك باش ما يبقاش بالك يلعب عليه بالك عليك مفاجر ويدير لهم شي كارير تاول الصبيح كيما انا هذا فقط صباح الخير الوالد ولات خمت لها الكفاشه اللي عنده شي مول يخليها له طيارة واجدة المهم ديك التبلاك ما عارفين الفطور ديال الفقراء نقول لكم شي هذا كناكلو بالفور شي قالك بعدي هاد ساي الزيت الزيتون شمر الله والنبي رسول الله المهم تغمرت هذيك الجين كيوقف الصباح تغمرت قلت لك فين ما غاتمشي قلت لها نخرج على الدار قالت لي عندك تمشي ترمي يديك زعما تمشي تسرق قلت لها وعيلي يا موش انا خارجين غنمشي ندير شي كارثة امي فين غنصدقاو فين وفين وين سالي على الهضرة كي عندك او دير الله يرضي عليك لا ما ما ندير شي حاجه وفري خرج الحواق قاصد واقف مع الدري وليا السلام عليكم بي خلي ما شافنيش في الباب اش خرجت المهم السلام كذا كذا شي 12 وناس ولا كنقول لكم الوالد ديالي جاي من الصباح كبيع الدجاج شي سواق يشري الدجاج واللي في البيع وبيض البلدي اللي كيبقى له كيجيب الرحم الدجاج هنا كيبيع وكيتسمى هو المسيكي أصل الكفيفة ديالها بس اسمها بس لو يدي أطلاق وقت زاد الدار أجلس تغدى وأخا المهم ما علينا أجلس قيت على ما الغدي هو جيت جمع خوتي من الخدمة بسم الله اللي فرن فرن واللي بقى بقى ندير طرق طرق كنخرج
صافي مبقاش كيهضر معايا غير وليش يدير لي داك شحال في الصغار اللي عاود قني في السطاح وبيدني في السطاح وبيت هكا وفلاقه وقتله والعصا والبرد صافي راه قال صافي راه قد براسو دبر راسو كنت طالع ندري وري صحابنا ديال البارح كنت كنبرك معاهم فين اخويا كنت حاطين ويسكي وبوقرين في الصيريفه المهم شاف خدموا بوقرين فين صافي خير لاباس مي عايز شاد ثلاثه صفوي كتبها شنو واشني قالت لي الوالده قال لي ما تخرمناش اخي عايز اي حاجه نجيبوها الصيريفه مسكين شحال هذه البوان ديال شحال هذه عشان بحال ما خرجش من الحبس كتلاقى هذاك يكون مدبر كتجبد الوريقات كتعطيهم لك داك العين هاك الكويس كتعطيه لك ولا بوسيني ولا كانت المحنة اش بغيتك شي بياسه عندي في السنه يقول لك تلبسها تاع شي موتي والصيريفه طلع خليها انت على قال لي شد عمي عاد راسك بصح زعما عاد خرج من الحبس قود عليك مدمر الله يسر بس انا ضري باش نمشي لا نخبش لا نبش وانا عمي عاد بقيت محمر دريبلي كبر منا تصمم دابا راه ساهل دابا بديت سكر نوكل تصمم كيكلطو هادي طيب طوبا في الموسيقى هو هادي ثلاثه بيا نقول كل اربعه مابقيتش عاقل انا جالسين لقيتهم ثلاثه وانا الرابع وما هو هادي كان موسيقى واحد عرفني كنت في الحبس انا غير بوزي بخير اسلام القريه تخرج شي حتى انت وليت تمشي للحبس قلت ما عندنا ما ندير راني كنت تصبر الله اكثر راه هو هذا راك عارف اللي خير لاباس وخصك حتى شي حاجه تحطهم صاك ديال البير قلت له والله راني كنشرب مع الدريم تاع كنت شتا زاد الحبات الاربعه ديال البير راه حطهم في الوسط ما مسك والله الا بالله وخصمان ورجع دابا مسكين سانع وداروا وليدات وشو بنادم اللي كيكون ود الخير كنجبدوه بالخير مرشي لعبه هضر معاكم شي واحد قلنا لا راك عارف حنا ما كاين لا صداع لا والو انا في بلاصه الفلانيه كنشرب ولا عطلت على شي حويجه قال لنا مسكين قاين رد 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 طاح الباش صار الشراب كاو كيجيبو ديك الدري في الشراب غادي كنت تفروح ما دوك كيتفروحو واش انتو الدريوريين اللي قلت لكم عطاونا مساك ديك اللعيبه ديك اللي دير راسو انا راه مساك الموسيقى طلع معاهم البنات والماسه ومساطر تحتهم الروين هاد شحال هادي كنت جناس بحال الغابه غير ما كانش عندك فردي ديالك ما تعيش ما كنتيش مقاتل ما تعيش الا غادي هاد الديره خصك ديما يكون كما كيقولوا سلاحك بصاجي بحال اللي ميتر ديما تكون واجد ما علينا صحيح نسو حدا انا مساكر شرب روبينا بخير الموسيقى طلع وحتى هو مليح بالشاب راشي ما نتبلا بالشاب راشي طلق الدويسكا ديال الشاب راشي بالخير وبقينا هلا دهنت اللي تفروا حنا تفروا حنا انا كنت كنتقيا صافي كلي الجلال على عيني قدروا لي نتاهم صحابنا الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خويا شكون معايا العزيز؟ تحياتي لناس مراكش اخويا العزيز كي داير اخويا؟ الله يحفظك اخي مراكشي كي داير الحبيب؟ الله يحفظك الحاج الزوبر تحياتي لناس مراكش واحد واحد اخويا العزيز. اخويا العزيز. الله يسلمك العزيز. لا والله الا كون راه لقيتيني دابا كنصور الفيديو اخويا الله يسرك تحياتي لناس مراكش اعلى ديديكاس لناس مراكش اخويا العزيز مرحبا والف مرحبا اخويا مرحبا ما عزاتك في الارض نزلوك فوق راسنا اخويا العزيز تو اي راجل راك عارف نحنا كنقولو غير الفرا اخويا ما كان شي حاجه اللي هي قريت وياك حيت انا استاذ انت درتي ياك اسمع يا قريتو بترجليت ماشي حتى شي حاجه غير قريتو غير بالرجوله الله يسرك الله يخليك الله يسرك اخويا الله يحفظك مرحبا بك اخويا ليلى مرحبا بك سانسا بس انا كنقول انا كنقول مسؤول عليا الرجال الله يسرك الله يسرك الله يسرك العزيز هذا تاعنا عندنا الرجال عزازين اخويا العزيز الله يحفظك قبل بيكم ما كاين حتى شي حاجه ما كنتوش نتوما ما نكونش انا
قرا بس انا كنقول له راه الاستاذ ماشي هو التلميذ. الله يسرك الله يسرك العز الله يسرك الله يحفظك الله يحفظك امين. انت الله يخليك ويمسك الله يخليك صح ان شاء الله. مرحبا والف مرحبا اخويا مرحبا يا غار التليفون بيناتنا. تحياتي للناس الزوبير تحياتي لمراكش تحياتي اخويا الزوبير الله يسرك يا تحياتي لك السلام عليكم. قال لك اسيدي راه قريتيه قريتيه خونا قلت له قريته ومشى سول عليا الرواقله ديال فاس مراكش وقال له بوزي راه بروفيسور استاذ. شوف الرجال شنو كنقول لكم راه ما كاينش الكذب ني الكذب راه در الرجال در الرواقله. المهم ما عليناش قلت لكم تنجل العائله علينا صافيهم خوتي اللي ساعد مساكم. جا داك الدري اللي صاحبنا مسكين مع ساكن الدرب حدا الدرب ديالي قال لي نوصل معاك اخي عاز. قلت له هاي خليك قال لي بس نوصل معاك هو واحد العشيره ساكن تا الباب صافي. قلت له صافي الله يسرك طرق طرق سميه الطار اللي ضم شعول ضم شعول الوالد غادي يخرج سميتو الصاق زعما طلعت السطح بقيت كاس راه حسيت بيه فتح البيبه وكذا بقيت كنطول تا خرج راه كنعرف فين حشومه تنحر عليه الباك سكران وساعة 16 عام وشويه طالع 17 واحد خرج من الحبس وقال شنو غايقول؟ يقول هذا راه ولا لي ميكروب ارن تونسبك عليك تونسبك كنحسبوا عاد كنصرفوها حيت حنا تعلمنا تحرميات السيفيل وكنكملوها في الحبس. خرج هذاك المهم فات الوالد فات الدور الوالده كندق طق 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 شكون؟ قلت لها قريب تحاز عرفتني جاي سكران تاكل كنت ما فيا ما ياكل طلب لي السير قريعه هذا الكشام ديما اخواتي قد 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 بسم الله قد قد حتى الساعه هدايا طلعت في الضوء شهد نومس نومس زي ديك الصريف لا غدا راكم عارفين لا غدا فوقاش طلع معايا القلب ديال الفلوس راه مازال عندي ديك المصيريفه اللي عطاني ديك الدريري واللي البارح قباب انا ما خسرتها ما والو مازال اسكت معاه وبيليكي كلشي بيليكي واي حاجه صار الله غدا فاش فاقصو هادي وخرجت للدرب والصباح صافي مدرتش يدي في جياني بحيت ما عندي لا تيليفون لا وس نوض قيل نعيط على الله اخاي شنو هي نوض نعيط على الله زعما نوض مشيت انا نكلط نبوق على راسي مابقاش شكون اللي يصرف عليك بنادم كتسمى هاشي كاين لا اش كاين باش تمشي دير الجيب كنلقى كويز مي اللي كان عطاني داك خونا اش هذا الكاز مي بقيت كنضغط السين تاع بس ديال فلان وفلان ها راه سيدي عندنا النير خليه يدوز على خير وبخير. وليت بقيت جالس في الدرب غير كندور من هنا من الشيطان كيقول لي سير جيب الشراب شراب سير شري شفار انا كنقول لا 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 المهم بقيت هكا 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 كنت طلعت للخضار طارنا جلس وقت الغداء وقت الغداء بقيت جالس في الدار تغدينا جا الوالد جا خوتي اللي جاو من الخدمه كنجمعو كامل راكم عارفين الناس ديال الحياة الشعبية كيتغداو كياكلو كامل حيت عندنا 16 طاوة ولا 17 طاكو كود الله نبي رسول الله وطاوة عادية كنطيبو فيها داكشي اللي كتصبر الله كنغمرو كاملين كتغدا منو كتعشى منو أنا نقول كل نهار كنذبح حوالي عجلة ولا كنطيبو الكبدة ناكل نهار ورزقو نهار البطاطا نهار العدس نهار اللوبيا نهار البيصار نهار فرقناوة نهار كل نهار ونهار الجمعة كيكون عندنا العيد ديك الشويه ديال اللحام ولا شويه ديال الدجاج كيجيبو الوالد الله يرحمه ويوسع عليه ولا عندو شي اب ديالو الله يخليه له تهلاو في والديكم انا كنقولها لكم راه نو باش كتعرف حق الوالدين حتى كيمشيو باش عرفت حقك برا تاب الشهر اخويا العزيز الو عزيز معاك عزيز عزيز معاك عزيز معاك قلت لك عزيز بوزي الله يسرك اخو الله يحفظك العزيز كي داير اخويا مزيان صحيحه هاني داخل اه شكون شكون انت اخويا العزيز اخويا ايوا مزيان كي داير مزيان هاني كي داير داخل بعدا الله يسرك قلت لك نصور واحد الفيديو انا نسالي ونصوني عليك يا واخا يا الله انا ثاني وصلني عليك صافي ايوب يا الله احلى ديديكاس لخويا ايوب الملالي انا كنصور واحد الفيديو وصلني عليك صافي يا الله صافي ماشي مشكل يا يا دريس ان ريف المهم ما عليناش ندوزو النير على خير وبخير باش بنادم عرفو شنو كاين حيت بنادم كيخرج من الحبس راه ما خلص حدا اخر يصرف عليك هذا وهذا وهذا دينا انا قلت لكم نهار العدس نهار الجمعه
شويه ديال اللحم وشويه ديال الدجاج الكوشك ولا سكسه فقراء كاملين ماشي غير حنا ولا اي واحد فقير رجلنا كيشد ديك الحيمه طريف اللحم ولا الدجاج ولا اللي كتصبر لك كتجمع عليه كنضغمر على كيمشي بهنا على كيمشي بهنا كنمشي نقمر وندير الروينه عاوتاني صافي راه دخلتي للفضيحه ما خصكش ترجع مشاريع حيت با كنت كيتصور كنت جاي خصك بعد شي لوكس ما تخرج السكرام خصني نخرج معاه للصلاه لين حتى الميزان الميزان شحال يدوش بعد اخرين براكي هو بدات داو الناس كتعرف بوين فلان بوين فلان شي كنت شي مره كنقول في الحبس كنحس بها تصرفها ما يبراكي واش المهم دوزت نقول لكم شي شويه ضغطت قطره بدات كتدخل شنو هي القطره تفنيت هذاك عشرة كل ما كيسكرك هذا كل ما كيسكرك هذا واحد العشير صاحبي بلا ما نذكر السميه ديالو كتذكر السميه ديال بنادم بحال هكا كاين دابا سهله وكاين اللي كيتقلق وليداته وكاين اللي كيتقلق والديه وكاين اللي كيتقلق خوته كاين اللي حتى هو براسو يتقلق واش فهمتوا كيفاش ما عليناش راه المعلم عزيز هضر على القال فينا فلان فينا فلان واش ابراهيم تو نمشيو ندارو قال لي سلام فني خا عز نمشيو ندارو صافي الله خاين دركوا عليه شي واحد شو ما عارف اش نبلكو باش كذا كذا قصه فاش كنفكر سكر شري بوسيني شري مكلبس كويسكي تمشي تزها تخسر داك الفلوس ديال عباد الله حنا في داك الوقت كناش كنعرفوا داك الناس اللي جايب الفلوس تا دوزنا واش معنا حابس وسالينا وضربنا وضربنا وتحرقنا وشحال واحد خسرنا والحبس اللي ضربنا عاد ملي كنفكروا ملي سالينا ولا كنقولوا داك الناس اللي كنا كنتعداو عليهم علاش منين جايبين ما كناش كنعرفوا واش داك الفلوس غادي نديها للطبيب واش غادي نصدقوها واش غادي نخلصوا الموضوع واش غادي كدا ولا بزاف الحوايج ديك الساعه كنعقل الصغر كنعقل طايش انا مزال كنقولها اللي تعديت عليه ولا ديت له رزقه اسمح ليه اسمح ليه اسمح ليه الله كيسمح المهم ما عليناش طراق طراق كنا كندور عندي عندك عندي عندك عندي عندك عندي عندك عند الله والميزان با هو اللي كتصفي الخدمه علاش الميزان كانوا كيجيو الكيران الناظور كينزل يغسل الماء كيحط بنان كينزل كيجبد حوايجه كيخلي يجي ابو غا تغير غسلو تلقى تلقى بخير ما عليناش الناظور فين كينزل هذا الرمش شنو هو الرمش كار كار ديال من شنو الناظور كار الخبار شنو هو كار الخبار والكيران كيجيو من العربيه جا كدا واحد خونا مسكين هو الله يسمح لنا منو قال هو بنته ولا مراته ولا بقى كينزل في الشواكش قلت له ابراهيم قال لي شنو قلت له زيدونا انا وياه قال لي اه قلت له واد واد غرس ونقز على الصار قال لي صافي زدنا واد قلت له انت من الواد الشمال وانا من الواد اليمين زدنا دا هو مسكين ما عرفش شنو غيجبد هكا بقى الويد شنو هو الويد نوجه الجياب هذو اللي عطاها هو كيطراق شي وحده كارجا هنا هو كنقز على الصور كنقولو دا 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 دورنا جينا قلت له غير وقف فيهم فرق سبع علاش هذا حامي شنو حامي زعما هو الخبر هو الخبر وما حنا اللي كنشي نتعداو على عباد الله شوفوا العقد شحال هادي كيك انا ما كنتش عليكم وشحال هادي ذاك الايام كنت مرق فلان راه كيسرق فلان فلان ما كانش بشر بزاف عكس دابا دابا كيدير ابن المهنا هنا في حومته ما كيتصرفش كان هو داك اللي كان مصاريف نقول لك شي 9000 ولا المهم شي ما قلت له يديك من الدال ما جبت غير واحد التسلك يديك قلت له ما تلقاش خلي الفلوس مكمشه ولا هذا شي حاجه تبقى مكمشه قلت له يقدر يخبط يدير هنا تحجر ويبدا يبين لك غير شفاري ما تيقش فيه كيسرق يخبط عليك ومزي معاه صاحبك وغرس انا بعد وقت الخدمه هذاك ما عمرو دار معايا خرج ديزا مليون ملي كيجي كيلقاني خابط لي خابط كنجيب لي 10000 ولا انا كتفيا المهم ملي بديت كنتعلم تحرامي انا جايكم صال الحليقات الكونديلات حيت بنادم قال لك نعاود لك على الكونديلات انا نعاود نعاود لهم النهار بديت حتى النهار تحرك حتى النهار سالي حتى النهار اللي دوزت 7 ايام في رمضان على 48000 ديال الكفاله عزار انا معاكم مشيت السعر واحد الترك كان عندي شنو هو الترك هو الصرف ديال ورقه 10 قلت له قال لي قلت له انا قال لي انا انا خي عز قلت له بعد شحال صح جوج ورقات هنا جوج ورقات غادي نجيبو بها تجينا ب 600 ولا 640 الاخرى نجيبوها خطيه ولا اي باس ولا بعد شي عشيه نزيدو شي قرعه واحده اخرى حتى هو خصيم الدريري مسكين حتى هو خصيم دابا راه مجوز وراه داير وليداته وبخير يعني ندوزو كنهيشه راه طرق عندك الرام
كان هذا واحد اللعيبه كنسمطلو لداخل كنسميوه كيف وضحوتنا كيعرفنا كان ابراهيم قال لي شكون قلت له فلان راه فلان وفلان ها قال لي فلان من زيان بخير امر قلت له شي تجينا خاي اللي هي الاولى سال فريال سال فريال قلت سريك الاخر شد راه عندك واحد الجاج قلت له دير انا سويت قلت له راه طاحت لك تشري وحده انت صعاب غادي كطوب حيت راه ديري العمليه راه ولد الجريمه ديالك راه خصك تمشي معاه حتى لفاد الفيل المهم مشينا جبنا الماينيرا جبنا القطيعه جبنا اللعيبات انا راكم عارفين الحمد لله كبي كندك وما كنكمي هو كيكمي جاب اللعيبات ديال بكيت كارهم ديال الجرقه ديالو طاطرا بلاكنا صايبك الويسكي بدات دا الراس كيدور قال لي شني نتا عندوره قلت له فين ساي عندنا فين نمشي نمشيو للكار قال لي يلا اخي عاد خدمو شي خدمه واحده اخرى ديك الساعه اللي قصرنا وصبحنا ولا هانيه مع الشراب قلت انا غير مع بالي قلت له لا غير قلت له عرفتي شنو نديرو نمشيو شي الميزان قال لي فين قلت له نطلعو من هنا نشقو نطلعو الخورده ندوزو البوجيده تما خدمو شي خدمه ما في الخورده حيت هنا في باب الخوخك صحاب الخورده تما كنت خدامي في وسطهم كنقول لهم براني جاي من هنا هذا كل واحد منين فهمتي كيف قال لي الصغار انا المهم والله كاين ولا ضحك عليا طاري مطوبين اصغر من الحبس عنده احسن من دارهم ما عرفتي قبل في البيبي بي مثلا كنت الاخوه ديال البيبي الثانيه جايه كانت شي مره في باب الخوخه باب الخوخه تما وخا كنت ندوز على الخردة قال لي راه نطلع الفوق نجيبو على الكوليج ونجيو عاد ندوز على الخردة قلت له عفاد طرا قال الحبابي كنسموه وادي كيبان لنا واحد خونا يباني المهم مازال شاد في راسو طبت عليا انا هكا المهم بانوا لي بحال الوريقات ما عرفناش الضو ولا الماء ولا هذاك المهم بانوا لي وريقات قلت له واحد الوريقه تبا يلاه برك ولا نبرك ما زال ما كملتوش برك بلا برك مع وان بلق شو كيعطي الطراق قيلو تسبق دادا شاد وانا تابع قبال ابشاب واحد شكان كيدرينا عادي ما كان دورات النايا كيدرينا وين هنا ما بي حال عدنا شحال بدالو 2400 حتى هو اللي غرسنا ها رجلي برجلي ابا قلت له غير الصعره وزوينه ونمشيو للحبس على الفان ما قال لي هذه الحبس دايزه خاي بوزي تا هو بارك على الجميله ضربها تا هو سيد قلت له نمشي يقول المو كاع حنا ماشي سوقنا كاع يقول المو المو كاع وقيلا طبيعي دزنا خدينا عشان خدينا جينا وجنا للبليصه اللي كنقول لكم كنكونوا فيها الدريويين واحد الحوامه بلا ما نسميها يكونوا فيها كان فيها البانديه شحال هذه بزاف كيتجمعوا جميع الشفاره كيتجمعوا دابا نوصل لكم ونسمي لكم هاد الحومه هادي جلسنا تما يا انا وياه حنا يا ولاد جناس انا وجناس الثلاث ولاد وجنا القادر وهاديك بعيد علينا شي شويه كتعيف واحد الدريجه طرق كنجمعوا فيها جميع البانديه ديال الجنانات ديال بوجيده وكذا كل كيتجمعوا تحال الصفاره والزرامه وكلمينا راه كانوا 20 صاحب فلان كذا كيضربوا الحبس علاش شحال هذيك كيقول لك الا كنتي عدوي دوي ولا كنتي خلوي لوي في وسط الحبس ولات العدوى كانوا كيتحالوا صافي راه الخدمه راه ثابته ما كاين لا هذه لا هذه الحمد لله محمد الدريويين بقينا على البلاكا المهم شهر 4 الصباح جمعوا الشفاره بزاف زوينه كل بنين البريغاد هو هذا كلشي كاينو تسبب هذا عربيه ما تصال الناس كفحت انا وصاحبنا عبد الله باب الدار ديالنا قلت له خلينا ندخل بحال الناس راه انا وصلنا يديونا ولا هذه ولا هذه ونسيت ديك الخدمه اللي خدمناها في التالي ناوية قال لي صافي صلى مع مبلغ قلت لها تقول لي ترى غير البوليس قالت لي دام دابا البوليس عاد يجي يقلبوا انا في الدار قلت لها لا غير كنا سكرانين انا تكون درت شي حاجه قلت لها ما درت والو امي الله يسمح لنا ملي والدك كتكذب تقول لها راه حنا مشينا تقول خرج عليا في هذا الليل هكا كنعاود لكم تاكل حطيت لي تقمقم شي شويه عمرت قريعه ديك الشام شربت حطيتها هدايا شهدت وناس شاهدت ناس صبا الصباح كنسمع الدقان وصل على شي جار ولا شي جاره قال لي هذاك صاحبي هذا ولد الجريمه ديالي اللي خدمنا انا به الخدمه الاولى ودار 2400
كنت فينو ميت طيبك. قال لها وانت كاين عزيز؟ قال له فلان. اتكلم عزيز ما تكلم فلان صرا شنو كاين لحد ما كيتسال انا هات الله يسعدك زياده ترى ركبها لي انا وياه صافا البسيط سنطاتي مو قالت لي ما ما كاين والو داك الصنقه اللي عطيها الشريف السندالصه قال الناس صنا دايره الارضي داس فجرينا شنو كاين ما كاين ما دارش زيد وخا نقول لي قال لي شي قال لي امك اللي ما دارش ما قالتش حدا امي تام قلت لها الدروج خرجنا سامك كانت واحد راند روفي خضراء الشباب الساعه جايه مورا البريغاد لاباك كانوا فيها غير كليميني رابا اللي مات مات الله يرحمه واللي خرج لها الدري الله يعاونو. المهم حنا كنا كنديرو علاش نمشيو للحبس ماشي نقول لكم هكا كيقبضوا بالدوره يتعداو علينا لا حنا كنا كنديرو. المهم كمان راند روفي سقط طرا 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 البارح في الكوليج شحال ديتو لبنان ما ديت ما والو صاحبك راه قال لنا قلت له انا ما كنت معاه ما والو ما كنتيش صح لعند شكان ما هذا من نفس الحوايج اللي لابسين وما ولكن قال له شكون قال له ها هو اللي ليكم في بنادم وهذا راه تاع واحد صاحبه كان معاه قال لي سمعت شنو قلت له انا قلت له ما ديت اش سولتيني عليه واش هذا دا قلت له قلت له ما ديتش عطا عز عطا الله خرج هذا سير قال له كتقول لنا بوزي هو اللي قدام نعاد الله والولايه نعاد الله والولايه طلعنا الولاية يا سيدي طرق رديك هيك يطلع كل واحد اللعبة فيها العصام تقول كل شيء بس قلت له بابا قلت له اكل العصاية دمروك يا دمو قلت له اشني واشني واشني قلت له طق 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 السلام عليكم طق طق السلام عليكم حيت من نهار خرج نكداش نيدرتش نكداش نكداش نكدا ها كيفاش فعلا كنت مع الانسان هذا ما جبتوش داك الخلي خدمنا في الصباح لو غير لو فعلا كنت انا وهذا تلاقانا انا غادي تلاقاني قال لي لا خايب بوزي نمشيو ندورو قلت له يلا معنا قلت له مرا مفني مشي سمعها مشي سمعها هو فعلا هو كوف شبنا هذا غير سمعته راه دارو 2400 قسم منها 12 100 12 100 ما قلتلوش نمشي نشري لنا الشراب والسكنه يقول لك عاد ماشي شي الشراب حط البلان القراب خصك تخدم بدا قسمنا انا وياه انا مشيت بحالتي ومشى بحالاته يا قال لي وفين من بعد فين مشيتي لقيت في الحومه مع هذا ومع هذا ومع هذا قال لي ما سكرتيش البارح قلت له والله راني شريت قرعه ديال الروج ب 450 سالف الراك ب 450 شريت قرعه ديال الروج قال لي ما عندك صرت غير واحد الدريري هو اللي مشى جابها لي عطاتو 600 د 150 قال لي ماشي انت قلت له والله لا انا ما غاديش تحط البلان طلعتو عند الدري مهم شويه ديال الصقال شويه ديال العصا البطون قلت له شنو درت فيك قلت له خصني الرجال قال لي اخي عايز راس انا قلت له انا بلاصه راك خونا راه ولا عطاها لنا قلت له عطاها خصك تمشي بواحد قلت له كانوا داوني والله ما نجي لعندك وفعلا كانوا داوني والله ما نجيبهم لهم المهم ما عليناش من هذيك اليوم عين قدمونا كان خمس 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 عاد كيقدموا كتفونا انا والجاريه ما زيد يعطي الله الصطافي باب المحكمة باب المحكمة يدوزونا عن عند المينورة عشان شمسة كيفاش عند كاين رئيس ديال الماجور بدا كاين المينورة ديال الصغار المهم طلعونا وكيل المينورة طلعونا عند الرئيس فعلا الهضرة اللي قلت له اللي قلت للواكيل قلت للبوليسو قلت سالم بحال هكا بيسها في الاخر حيت هو اللي جابهم لي للدار ما خصوش يدير لك القالب صافي تكتبتي تكتبتي واش كان معاك فلان ما كانش ما كنعرفش انا فلان واخا لي مع عداوه ولا شي حاجه ولا كتبرولهم كيعرفوك من الناس راك راجل وخصين كيعرفوك هذا حطيت الكريم للبيان لا غدا ما نجي نمشي معاك شحال كيعطيوني انايا 3 شهور شحال كيعطيو هو 5 شهور في الوجه ديك الساعه ما كاين غير بقى طايح ما كانش غير وي معاك ولا ايضا فيها دريوي نعم ضرب حسك يديروا الكبار بوحدهم والصغار بوحدهم نعم ضرب بوزي وكذا طلب راه 3 شهور قال لي لا ود الجريمه طلع عطاه 5 شهور قال له شي كبيتي يا بوزي قال له ما جبتيش معاك كديتي الشهرين الحبس ولا شي شهر ونبقى كيقردوا فيها عرفوه رخيص مساوي ثمن كل شيء داز خايب بوزي قلت لهم هاني الحبس موالفين به بحال غنمشي 60 نبدا نعاود نبدا الثانيه
عجبتي تطلقتي مع الرجال عارف راسك كتمشي وغتلقى الرجال وغيتعاملوا معاك. حنا نهبطو هنا تاع عبد الله وعين قادوس خلونا على الباب بصح راه سالي مين وطات بصح زيد القريب دير جوج جوج راه المينوره من هنا الماجوره من هنايا هنا بحال هذا المينوره كيفيكسيوك نيشان البيبي ما غاديوكش الكارطي ولا غاديوك حيت كيفيكسيوك نيشان. طلعنا للبيبي ثلاثة بينا انا ودمون سيفي وفين كيديوني انا جايكم مش عارفو لان واخا هكا ما كنكونش حاقول عندك خونا اللي عندنا ضربنا عليه اللي كنا زربنا عليه انا وداك الدري اللي قلت لكم شاف شامبري وهادي كنا اللي زربنا عليه تاوي لعنده لقيت داك الدري ولد الحومه لقيت عند تما في الشامبر ها القريه ما بغيتش نقول لهم عندي العداوه معاه حيت عند الدري ولد الحومه تما غيجاريني معاه اي حاجه تحسبها اما بحال ما كنبقاش ولد الحومه تما يقول لهم عندي معاه العداوه دار بهذا السلاح قبل فاش قبل ما نخرج شاف قلت راه عارفه دخلنا هنا دخلت السلام عليكم هذه جات دخلت الطوالي وطرف سعيد اتصلت جيلاتي الاخر فيك سوا البيت واحد اخر قلت له حاول تسكت هاك لعبه صافي كيفاش ورك اوت هاك العشير قلت له لا ما ضرب الحبس قلت له لعبه قلت له حاول تسكت شاف شامبري الاخر حتى هو لعبه تما في البيت كيبان لي برا وكيبوقع قال لي ها فين بخير قلت له والله لا لا بخير انا عقلت عليا قلت له عقلت عليا قلت له انت اللي بتي معنا في البيت الفلاني وبقناها وشبكناها وهادي وتصالحنا قال لي راك تعقل قلت له مالي غننسى اه ما كتبينش راسك راك مباشر خاصك تجيبو جادي شي بعد شي خبره تقول له لا خويا هذا كيكون بزاف مسافه وكذا غنوليو رخاص لا تدخل داخل الغابر عادي اي حاجه تقبلها ضرب تحرك تخسر كذا المهم راك دخلتي لواحد دخلتي للميدان ميدان الاجرام ميدان الاجرام راه صعيب وبزاف شي لا ما كنتيش تخدم دماغك ومريقل ديما ما تعيش كره قرطعونا شحال هادي وكره قرط حنا جوج حياض ولا ثلاثه ديما كتخدم دماغك هذاك الدريري بحال حتى قال له معاك من الناس الهضره هذيك قال له لا غير شتواش عاقل وزير اخونا حنا تصالحنا وراه هادي قال لي عندك الحويجات هاد الحويجات المهم هاني دخلت الطواليت دوش عاوتاني تبربش سقاديت طلع في الجوع قلت له راك عارف قلت له شي لعيبه نقصي ولا الدري هذاك اللي كان وقع لي مسكين مشكل خصايا ما كنت معاك انا عاد جوع عند والدي قال لي الماكله ديال المويه مع عمي عز الله تعالى جي خيب بوزي قلت له الله يخليني داك الدري شاف شامر قال لي نوض نوض اخي عاد قال لي نوض علي ها وقع لنا المشكل ما تسيقش بنادم قال لي مسكين الماكله ديال المويه ما تعمر الخير حط الويبيه الحوت الفريد وزع العاق خايره نقلاها مع عزك شوف الرجال كنقول لكم ما كيديرش بهم في قلبه كان واحد اخر كي تدخل على الكريات تلاقي بالفاش ايوا عارول كي يا الغزه كيف النيك صاي ورا في الحبس في الحبس كاع ياكل الفلاقه والبيبي كدوز الكاش اي حاجه تصرفها المهم علينا نات تغمرت مع هادي خي الله يخلف لي الله البركه خي سكيت بتاع المهم هذا تاع هو خصها المهم شنو هو ملي انا جايكم انا هذا كويس كويس تريك كيس كاس دميكا هذاك نعيطو حنا الكار عارفوا اللغه ديال الحبش هي الكاس دميكا كتسمى الكار والطوك هو هذاك الطاسه ديال الكيكوس كنا كنطيبوا فيها اتاي هذاك هو الطوك باش تعلم بنادم تعلم لك جنب الحبش ويعرف هادشي كنقول لكم شحال هادي بعدا ما بقاش داك الشيء ولا الكاس ولا الطبسيل دميكا ولا المعلقه دميكا ما عليناش كانت شحال هادي الصيقه معلقه الحديد كيقوى من الجلد الصيقه باش تسيط عليك بنادم افتح لك وجهك المهم علينا جات الويلان عس معاهم لا غدا كيخرجونا للبصامات كما عارفين ها صحاب البيبي كيدوزو مال الوالد قال لي ردوا انا موظف بس مع داك الدري اللي وضحهم تما في الكنس كان واقف تما يوم بوخر الاخر لعبة عاوتاني هادي ملي درت البصامات لقى الدري وين ناس كندوزي مع ديك العشرة فين اخي فوزي بخير لعبة انا ما جيتش لحد عندكم كما عارفين راك في المصير طوني انا كنمشي ماشي مشكل قلت لهم راه هادوك راه تسمع ولد حرام تسير ولد خونا مع العداوة فينا انا قلت لهم سكيرا البارح قال لهم هذا كبر بينا الماكلة دمو العشية والعشاء وكل شيء وتا هو راه قلبو كبير وتا واحد الدار لي قال لي ما تسيقش فيه صدق مخسرك اخاي بوزي ولا قلت له تصنت نهضر معاه قلت له بغا يخسر راه يخسرنا قلت له خسرني نفنيه حيت في الحبس قلت له واخا تا ما قديتش انا خليته ينعس ونروح نعشي له دفاش في حلقه
عطر الخلطية الديرة وصافي نيكدا نيكدا نعم الكل مهم دوز شي سيمانة وانا غير مهم غير ايه قاسم عندي عندك لنا 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 هذا الدري اللي بتكون خالي مع الموسكي قل لي ما تنص تمشغل ببوزي تمشغل قلت لنا نيا الزيارة نيا الطيارة طرق عارف كان ساقي الشغل الحمد لله ما كان كمي وارو عطينا هاي التراكسيون واللي كنت بالله كان يكونوا مع الرجال وانا قال لي ما تمشغل قال لي واحد الموسكي اللي برا قال لي ما تمشغل قال لي انا بقاس قال لي القمر راح يضرب من هنا ولكن ملي بقيت نبقى نشبكوها في البيت نشبكوها قلت بكنيها في البيت حميده قلت راه يعطيوها لنا وغير فركسونا على الحنابر كل واحد غيمشي للبيت قال لي براخ يا عادي نظام سما مازال بدونا بالنيبر مازال الطريق كيفاش كتمشغل بيه بدون يعطيونا الفلاقه ويردونا شي بدون فركسوا البيت كله احنا دينا بلا مرزقه ربحنا لا غدا يخرج قال شاف كارت شاف كارت واخا كتلحفلو ملي غيخرج الزياره غيدوز يقول لهم مورا داوني رزقي في القمر ها فين وها فين وها فين غدوز عند المدير تقول له المدير يقول له الرئيس المعقر عاد طلعت بارك الزمانيه تسولك تشرخك عصا ويديو لك لا عندك شي قاره ولا شي لعيبات ولا شي حوايج تديهم لبنادم يديوهم لك كتولي ضحيه قال لي صافي خي دير فهمت كنت صانع وسامي كنت مشغل كنت مشغل هو مسمار ضرب الحبس قبل مني مسمار قلت له ليات قال لي حاجه ليش بزاف كبوزيك مش قال لي اي حاجه قسموها عجبتك شي بياسه قال لي شريها بدا خبعها الله كلاص فاهم ماشي مشكل كان عادي كان خصني عندو دوز حبسي كندوز حبسي وكنحفظ ها كيفاش كداك طرق ها كيكريدي باكيه الكازا بجوج نص باكيه بداكيه جوان باكيه الكازا هاد البيبي مطرقين عليه ماشي هو الكارطي عشانتي واللي كان المهمات دياس البيضه الرصيه لقيت عندهم التلفزه كارينها ويلفريال كل واحد كيعطي فيتشات اللي يخرج الزياره كيعطي فيتشات فهمتي كيف هذا ملي يخرج الزياره ما كيعطيش انا ما عارف كان بوقار كنحفر لعب وداك كنحفر ديك فيتشات اللي جوج كيقول لي داك الوضع حمتي كنقول له جد صح يا كل شيء الله ما عليك صافي في انا تما قصه ساعتك كان كيعطوا لنا السير في شهر 20 من كيعطوا لي السير فلان بالفلان هاي عيطوا له الجاري ما عيطوش دري من البيبي الصباح السبعه تكون واجد داك الدري اللي كنا وقع لي مع المشكل تصالحنا صافي تعاشرنا قال لي اخاي هات السمر ديالها بغات جات قدك طلع بيها والحويجات قدك خويا الصغير اي السرق المهم قال لي ها هما انا ما نقولش قال لي كلشي ديالك حتى واحد صاحبي مسكين خصيم كتجي عند امو كيقول لي امر شنو نقول لها تجيب لنا السيمانه الجايه تاكلنا في الماكله غير امر اخاي عاز بحال دخلت له الخاطر عرفني راجل بحال دابا في اي حاجه كيلقاني معاه كيبغي يتغنى مع شي واحد شامري شامري تسب وكنقول له دابا الهضره بزاف بلا ما يبقى ما كيهضر الصباح ملي تحلوا فريوها وسالات الهضره كنقول اخر غير تسكت سالات الهضره المهم عرفني راجل وبخير الصباح كان نوض حس بيا فايق نط خوت عليا مويا في الطواليت كدا قال لي هاك بصح ريق اخي عازي ريق صاحبي شي لعيبه قال لي فهمت تمشي هكا ضمقت خرجنا انا ودمون سيفي والدريوريه اللي خارجين طريق البيبي هاد الله واحد البوي الصغيور فلان بالفلان نطلب احداث فلان بالفلان فلان بالفلان يجمعونا انا ما كنتش نصطافي حنا هما الاولى مين طمين طمين تزيد مين طمين تزيد زيد زيد طلعونا طلعونا عند الرئيس كلها كانت باش عاد كطلعني عند الرئيس قضية الاحداث السينات اش مهمي مش هتطلع مع الكبار ما عليناش طلع هاد الزنا نفس الهضره اللي قلت قلتها تما بحال كنكبها فوت الجريمه ديالي ها يا شنو هو جابهم لي للدار ولا ما نكبهاش فيه انا سميتي حميد هنا خبري هنا كريكي شفتي من الدار نكبها فيه اشني واشني الرئيس انا كنت غادي مساري تلاقيت هذا ودعومتي ونعرف خاص من الحبس عاد شحال شحال تلاقيت وقلت لها تمشي معايا جيب واحد الصخير انا تا شفت واحد يدي في الجيب بدا المونات سبق داد انا ما تبعته ما والو قلت له ملي تلاقيت قلت له شنو ديتي قال لي 2400 عطاني 1200 هذا الشيء اللي كاين ما بحال ديت شي واحد انا ما ديت ما والو ها اللي دا هاك قال له قال له فعلا قال له مو دابا راه خير جلسة احنا هو دابا بطبيعة حالاتنا صافي الحكم راه يهبط معانا عند راه دريني قلت لهم راه دورا اخر جلسه قلت لهم راه كبيت صاحب صاحبنا يكذب عليكم قلت لهم غيديرني في المنداف ثاني نديرو في المنداف عاد خونا قال لي تمرين وهذاك الدريني اللي قلت لكم صلايب وكذا قال لي هذا اللي تقر قال لي فيه قال لي بحال هكذا شي 20 قبضه قلت له راه في الحبس كنت داك القبضه تاع المرتم سمير وفي السيفي راه حنا مسامر
جيت اجينا لهنا انا مصامر بصي هي المهم قلت له نطول قبل كيدخل كيدخل بحال مغشر ثاني قلت له عادي بحال قلت له دابا بصح اللي داخل لدارنا شي مسكين قال لي خصك تبعها الناس الصرخه بوزين فصل صغير قال لي قال لي راه عاود لي وضحوا انت كوايره وبيه خير ودريف والدك بيه خير وباك شنو كيدير سكي معاه ملي خرج باسكو دار صنع خرج صرا عاود داك الدري قال راه بيه خير صاحبي بوزي خصايم راه تاهو حساب ودريف وراه تاهو قبح الله وكذا عارفين بنادم نص فينا حيت عارف علينا الرجوله ما عرفش علينا داك الشيء ديال سكي داير ولا شي حاجه اللي هي قبيحه المهم لاخر داك عيطوا لنا سنين كان كيقصوا لي شهر واحد الدري اللي قصروا شهر كان عنده 6 شهور واحد الدري اللي كان عنده 4 شهور قصروا شهر وهذاك صاحبي زادوا شهر اللي حيد لي الحفوله ها بوزي بقى له الحبس ما كيخدمش كي كنمسح كاع الشيء انا دخلت للفيز قال لي الدراري يا ضرا تنش قام راه حيد لي راه الحفال وقال لي عبرتي انا مو ما كيبقاو يطوبوا عليه الدك كيبقاو يطوبوا عليه الدراري كيبقاو يطوبوا عليه الدراري كيقولوا لي اش جبت معاك بوزي حشومه بوزي ماشي هذا الشيء في السيفي مابقاش كلش عباد الله راجل وانت كتشوف هنايا كيتعامل مع الدرويين كاملين وخا هو ود بنيكس كيبقى يقرب خا هو ود بنيكس كيتعامل مع ورقه النيبره وهذه اللي كيبغي شي نيدو كيعطيه له واش فهمتي الهضره بحال اللي هو تبزدها وفراي راه بنادم ما يديك معاه الحبس راه اذا باغي فيك الخدمه ماشي كتحسب صاحبه انا كنت تكبرت ديش معايا واخوتي ما ندي معايا نمشي بوحدي كان في اعلام قلت له تعالى خرجت كنخرج للكور هنا كان قلت له صافي يعني كنت زديش عليهم راك عارف دابا ديال الجامد الحبس وصافي قال لي سنه فراي قوت سامعك اخي عز قلت له يعني تنصى الله يهديك صافي قلت له وقت من الله خير عشان كتغوق عندنا تو كما شي تشانا مي كانش نعرف فلان وفلان وفلان فرنسا ولا نسوا عارف شي مونتي في جنايات ولا كذا تبع اسم كيتسمو جايبين شي ولد عمته كتيخلو الخبر ولا كيتسم طالع من راسك حتى كتبقى تعيط لهم وفينا فلان بخير لاباس عليك مرتي خصك تجيب العيبات التوينشيات باش كنقول لكم الحبس ديال شحال هذه كان فيها معامله كاتم جاي دري كبير ودعوا عمته كيدخل لك قريبه فيها الخير كلشي مثل الموظفة كافلة كاتب بدا تسعر الدري يجي قداش كان بخلاص حتى للرجال عدانو كوش كيد غمر ذيك الساعة الكوفاشة عيد علي ذيك الساعة الكوفاشة نيدو ها نيدو ابا نيدو خبزية يابسة وكتفركت دير شي دار او شي راي بي ولدي عشرة بربعة القبة ممكن هيد غمر كحرك سيور خير والدياس بالليل الدياس كالطوبية الدياس كالدياس كالبيضانسية والحاماق قالت لي شي خمس ايام خمس ايام مازال عاقل خمس ايام اخواتي بقات لي هذاك الدري المسكين اللي كان معانا اللي قلت لكم باسل وخدام راسو جوينات وهذه ولكن كنبقى مع خونا في الكور كيصدق ضارب واحد خونا ضاربو هو بصمه راسو داك الدري اللي عشيه اللي ضربو بصمه راسو في القو شاف شامبي خاصها فك هذا قالو كتحامى وما كتحامى كتم جاي شاف كارب ها فكرت شنو كاين شنو كاين ضرب الساس حتى على برا ضرب الساس شنو كلقى كله معايا مالك ما مالك شامل سحبوا فيا الجوج قلت له ما سحبوش فيها قلت له اللي ضربوا راه هو وياه دابز هذا سب له مو هذا ضربوا ما هذا ما سحبش فيه قلت له فريق قلت له ما دري وياه في الكور سول فلان وفلان 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 المهم ابطوهم ثلاثه بيهم ثم طلع رئيس المعقل ثم طلع رئيس المعقل سعيد انور اللي ذكره بخير ثم طلع رئيس المعقل مع تبارك الله تبدا تبين لي جسمه ليا ديالو طويل ورجليه كيلبس 80 هي كتشوفو كتخلع شنو كاين شنو كاين شنو كاين شنو كاين شنو كاين انا قلت له اسمع انا قلت له اسمع نقول قلت له اسمع اسمع الشاب قلت له هذا تغان فلان راه تغان مع فلان سب له امور على خرب الصمه وهذاك راه غير شايف فرق قال لي قلت له واخا سول قلت له شاف شام بريد فلان فلان وكل سول الدري وريد فلان وفلان وفلان وما يقولوا له قلت له سعيد ما بقى لي حبس مزال لي 5 ايام ما نخرج بحالي انا كنقول غير الحق ما غنبغيو في هذا نكذبوا على هذا ما نكذب على هذا نكذبوا على هذا قال لي قال راك شاف مع شاف كارتي وقف حدانا قال له راه هذه الهضره اللي قال لك راه هي اللي قال لك كيهبط كيصيفط الاخر بحال الدري ودعهم لنا صيفط الدري ودعهم لنا طلع بحاله صافي خليو الاخر مسكين الاخر راك عارف عارف فلاق دار الدوق الاحمر وهذه ردوه جيت انا بغيت نرغبو قال لي ما تهضرش معايا نتايا حيت غنبقى مع ناس دخل نكبر عليا مزال 5 ايام صيفطنا له غير الدريوي بقى كيرغبو بكية الكار ما تسمح له قال لك اخا سمح له كيولي حيت هو ممكن عاش معنا بالمسكين هز بيت واحد اخر عاد انا هزيت واحد البكية ديال
ديال كازا وحفتهم لواحد الفيتشر جا الله عطاتهم بلا ما قلت له غيعطيهم له هذاك عشيه انا يرجع بحالاته قال لي راه الدين المهم كلا قلت له غير رد كيدخل على البيت قال لي اخي بوزك بوزيا فيا قلت له شنو الخبر قلت له تصوبوا بجوجكم قلت له انا عارفين غنرغبوا واحنا رغبنا عطينا بوكيات فلان عطاو انا عطيتو كذا قال لهم شني قال لي راه عطيناه بوكيات على تاع الكاش ولا تاع النيد ولا تاع بس سمح لك قال لي ايه داك اخي عزيز قلت له ها ما بقاش لك بيزا فيك وليت ايدني قال لي اخي تسليك قال لي التقرضي ديال ما عمري شفته قلت له انا راجل مهما ياك وقع لي معاك المشكل تعمينا فيك تفيك تيتي ودخلت بوجهي رغم ذلك عيطتي لي وقلتي لي جيت اكل الماكله ديال امي وبقيتي كتصيفط كتقول لي شي لعيبه خايب بوزي نقول لها امي بالزياره وتصيفط لنا نهار الفلاني قلت له براي كلمه قلت له حيت هنا رجال ماشي شمايات ولا قلت له صافي راه تصالحنا راه الله يسامح الله يسامح راه الله كيسمح وانا ما بغيتش فيك الخدمه قلت له كتفيك تيتك بحال دابا بجوج كدير تومي فيك تيوكم اتفيك ساعه تبقى نصاب لاقم ديالك راه ما بقاش واقف انا صوبت كسو ضواحي نقول له قلت له صاحبي دخل ضواحي قال لي غتجي من النيد قلت له غتبر علينا قال لي يتبع تعال العالم قيد عادي قال لي لا ما تقدرش المهم ندوز معاهم ديك خمس ايام ليله التاليه ديال الكلاس بدا خارج وبدا انا نخرج اخوتي سلمت على الدريويين كامل نعرفك عارفين الحبس كتبقى كيبقى غير كدوز تسلم على الرجال مش عارف راسك كتولي للحبس قلت لك معاهم السيفي جامع وبك يد القارة واحد اللعيبات وهادي وهادي البرد قول لي اخي هاسك لي واحد السبرديلة خرج بيها زالها بغير لي ضرايبوك قول لي اخي هاسك لي بغيت تدوز علي الدار عارفين كان سكو ما عرفت صافي عرفت صوب المدينة عرفت الدار ديالو عادي سريع ولد الكيطمة جوا الكيطة ولد الكيطمة بسرعة كويس كان قال لي ما خرج بيهم دوز شي سويمينا وهذا هبطهم لي الدار قلت له صافي اخي كون هاني حنا رجال ماشي دراري صغار حيت واحد انسان كيدير فيك الخير خصك حيت حيت انا عارف راسنا غنوليو له ما دير لك السبرديله دير لك كيطه كيطمه وكاسكيت كلشي غيحسبك رخيص غير بقى نزيد غير بالحوم بلا تحوم قلت لك شو شو تحوم انا عطينا فاش ياخذ جوارب النبيه فهمتو كيفاش ما عليناش صلح الله قسم ما حسنا طراب 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 راسي جات في الصبيح نعس الليلة نعس ما صافي تولفت بالحبس هادي تولفت بقينا خصنا ندير شي 12 ولا وحده نعس بدا اخرى حتى شي 5 صافي الصباح بحال هاك نعس صافي الحبس راك عرفتي الصباح ما واخا البرد خوت عليا المويه كثر تكمس بحال الفلوس لبست اللعيبه ديالي قبال ما يجي شاف كارطي فاق داك الدري اللي مسكين هذا وشاف شامبري في الطياره كاين اللي كتب الله وقال لك اسي كانت عاود عندي عندك قال لي قلت له صافي صافي قلت له حنا رجال شي لعيبه ولادي ولادي قال لي لا خير نتصرف لي تاع لعبه الدري بدا هو قال لي مازال تصرف تاع لعبه ولا كارف كتجي الوالده ودا قلت له حنا رجال ماشي دري صغار قلت له كاع سلام تخش فيا ها هما خير خرج بصنا عادي باش قال لي لا البرد اخي عزيز نتا تصحيم وهادي وهادي وداك الباك وداك الشيء خليهم عندك هنا ما بغيت حتى شي حاجه شنو هذا مسكين ويل فريال بصح انت غير الفلوس كانت تما في الحبس ويل فريال ديالي بوز قلت له ديال قال لي والله تاع تقبضها باش تركب في الطاكسي قال لي كنا قلتي انا مشيت في الطوبيس وهادي وهادي في النيس سلتي لا فري انا كنعاود لك نقول لك لا فري ما كنكذبش عليك قلت له حيت لك كذبت كذوب على الميت تو صافي حوايجات كنخلي دابا سويمينا غيكونوا في الدار انا صافي عمي عازز جا وقت لابيتس قاعد لابيتس قاعد لابيتس كي كيتسمى داخل كيقول لك مع الدري الصغار ورا لابيل حي الطاقيه وطفي القرا عليا هذيك اللي شاحن وعطيت التحيه على شكل المينيتير اه الحبس شحال هادي عكس دابا اه كما كنقول لكم جيبوا لي ضرب الحبس ما عليناش داز لابيل خذ التحيه هادي هادي كيخرج خرجوا صحاب راه صحاب لا كلاس كنخرج انا واحد جوج دريو ليا مسمى تاعهم خرجنا عليه شهر كفونا باب دي طانسيو غير باش نجمعو صحاب لا كلاس حيت كنعيطو من هنا من هنا لهنا لهنا كنجمعو صحاب لا كلاس كاملين هاد باغي يجمعو لي خارج 15 يا 10 يا 6 يا 8 يا 4 يا 3 يا كدا يا 11 كيجمعوهم كاملين عاد كيدخلوهم للقريب يا هاد كيدخلونا للقريب جمعو صحاب لا كلاس دخلونا للقريب دوزونا حنا للوالا الصغيرة كدا سميتك سميت امك علاش جيتي شحال كانت في السينما قلت لهم 3 شهور قال شي دابا في السينما قلت له حيد لي شهر
نرى العتيقة ديالك شحال وشحال 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 فين كتسكن جنا السراج نقات الزرق من الدار السبعة في أسباب أخرى ممكن كتعطيها بالسمية دم مكذب باك فين خلاقيتي فين كذا كيدوز كيقول أجيب حال زاك هاوت الآخر 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 دوزونا كاملين كاملين عاوتاني كيز دواسة الموظف كيدير الباب باب كحلة كيعطيها داك الموظف اللي مكلف اللي عنده الفردي مكلف كيفتح الباب كيخرج منه فلان بن فلان سميتك فلان بن فلان سميتك امك سميتك باك كتعاود له نفس اللي قلتي له هذاك كتقولوا له شحال من مرة طلعت ثقة ديالك باش كيعرفك انت زيد انت زيد انت زيد دوزنا كاملين سيرو ما تعاودوش الله يفاجئ عليكم بالطراق اصبح اصبح البرد وعاد خرج شحال واحد جري وليا كيسكنوا هما في المدينة راكم عارفين كتسكن في الجنانات قالها وساكنه في الطابيس كلا ما جا قول فريا عندي يلاه تصطنا في الطابيس بس انا بوجلود ونكمل الطاكسي هو هذا هو تسمع بنادم ما جاياش تحشينا في الطاكسي ما كتخرج باب الحمص الناس حاطين الشابولات كيبيعوا عصير الخير كذا زيد هكا كنلقى الشانطي الطاكسيات زرقنا هما بجوج من الله رانا قدام سير اخويا قلت له تستني الجناس وصلنا لبوجلود وقف اخويا بعدا وقف النادي صحابي سواء مسكرات خارجين غادي في الطاكسي كنضحكوا مطوبين وهذه قلت الطاكسي انا صغير قلت الطاكسي كيضحك باب مفارة وهذا كيضحك انا خارجين من العزاء كنضحكوا قلت له اشتري باش غنبكي الحمد لله تلقى الله السراح وهذا صلات صلات انا تشوف عشيري بوزيت كلاس تشوف اخوتي هذا برد عندك الجنس راك عارف نعم صغير تفيقير وتسقمقي وخصو غي يبان انا عاد الله وباب الجنان عاد نزلت من باب الجنان خلصت متر وعاد هبطت على الحوام اللي كنت كنكون فيها بان ديا السلامه بوزي بخير لاباس مع الله والدار انا امي مسكينه شي 10 ونص نقول لك ولا راني في الدار طاطا السلامة قالت لي هذه هي درتي عقلك قلت لك تسرق ما قلت لها امي راه غير هذا هو اللي جابهم لي داك ما عرف لك كان كنت قلت لها هو اللي جابهم لي امي اللي لقات هذاك الناس قالت لي تكون تتعاود لما درت والو دبر راسك انا ماشي سوق يا كان ما نتبعك شي ما كان شي شي عندك دبر راسك فعلا عايز قاس شويه في الدار تاعي خلصت اللحمه ما خاصش باش مالني يشوف غير خرج شي من الحبس فيه كاع قمقامه داير الكويسكي مع خازو راي بوكا ديال بنادم سير كيطلع في السر شويه كيطلع لك كيطلع في السر كويسكي كيقولوا هذا كان في فرنسا ماشي في الحبس حنا داكشي ما كناش كنلحقوه شكون كان خدمو في الصناعه كناش كنلحقو داكشي كنا كنلبس الصنباله ديال الميكا انت كيفاش صنا ديال هاد الميكا ولا بطاخ النيز ولا داك سميت حلومه هادي اللي كنا كنلبسها شنو نقول لكم صافي كنا كنخدمو في الصناعه حنا كنديرو كنديرو هكا خصو يفهم بنادم شتو الحياه كي بدات الحياه الاجرام كيبدا دابا هادي هذا هو هادي الحلقه الثانيه البيبي من هنا غيتسالى بيبي صانت اخوتي دوزنا شي سويمين كما كنقولوا صبنت مي قالت لي صبنت الحويجات الصبر ديال السيد صبنات ما تخدمت واحد الخدمه بلا كذب على الله شي 40000 فرانك حتى المهم داك الدري من دينا يلا بالله مازال عاقل 4000 قلت لها المهم سي هاد الحويجات وغادي راه ولد كان كيسالها لي في الحبس وسلمي عليه الله يخليك الصحه المهم سي بس لاي ديال ما عارف شويه ديال بحال دابا غتجي هو قداش وراه مازال الدور ليا يمكن نوليو نتلاقى الرجوله كي كانت دابا تعطي لواحد اخر صبر ديالها وكيطما وكاسكيت يديهم لك امك ويجبد 4000 يعطيها لها 100 درهمات والله ما تشوفها حتى في المنام ما يبقاش يبان لك هو كاع يقول لك اخي ما عرفتش نسيت ولا عطيتهم لنا من في الصلاهم لك اه بعدا من حقا ندير لهم ندير شي غير خبار خاوي وهذه هي القويصه الثانيه ديال خوكم بوزي انا كنعاود الفراي ماشي بحال الناس اللي كتكذب على عباد الله وتوهم الناس مازال انا معاك واخا القصص مازال انا معاك الا درتيها ولا تجي معاه معاه بس سالا الهضره حيت انا هو اللي ما كنتسالاش حيت انا هو اللي ما كنكونش رخيص ما عمري كنت رخيص ما عمري نبيع راسي رخيص بس فهم هاد الهضره هادي وديرها حلقه في ودنك اسمعوا نقول لكم اخوتي اللي ما ابونيش مع اخوكم بوزي يدخل يتابونا وبلا ما تنساوش التغيميس غمسو 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 كومنتير الزوينه القبيح حنا ما عندناش المشكل باش تجي معاه معاه كتلقاو راسكم للفراز حكم بوزي هو بشا ديما كنقول لكم قبل ما نختم اللي مريض دعيو معاه الله يشافيه اللي في الحبس دعيو معاه الله يفاجئ عليه
وديما كنقول لكم عاش الملك والله ينصر سيدنا، وتحياتي لكم تحياتي للمغاربه كاملين داخل الوطن او خارج الوطن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حيدوا الميكرو بعدا باش تجي معنا.